وانت ما بتهمديش شغل حتى في العيد يا بنت عشرية. ان ما كنا نموت من النفوت اسمتنا كده. هو في احلى من كده يا فهلوه؟ يا صيد القرش من الهوا. يا اخويا خمسه وخميسه، ربنا يسد لقك جوه بقك يكتمك ويسد حقك. البيت لسانك الاطول من الطريق الصحراوي. الفرن نار واشتكت من برودك يا ابو قبة. امشي قولي يا وداه بتاعت الفول والطعميه. اخي عليك يا زمن، الفرن فرن ابونا هو اراضيش الدخاخر بيطردونا. لسه فاكره؟ ما انا اصلي ما بصيتلش يا بابا من وينك. ادي الصاج يا اخويا. خدي صاج وقولي ده انت وقفتي بتهمه. ادي اخويا. وانا بحب مساعد وانا اهل الغريه. ما تشاهدنا يا عطوفة، عايزين نلحق صلاة العيد. ده لسه ما استحمتش. طب استحم على العيد الكبير يا حبيبي. الحمام النهارده للحريم فقط. ولا اقول لك خلي الجماعة بتوعك يستحموا لك. طب ومين يصال العيد؟ هم برضو دول ارجل بينك يا ابو سنجة. طيبة عشرية. بيقولوا الدخاخري عامل كاسيون في العيد. كاسيون على ايه؟ على أجرة الصلاة في الجامع اللي بناها على الناصية. بلاش عك يا عشرية، الهوا مرشق ودان، خلي عيدك يعدي. سد انت ودانك وكل يعدي يا اسطى فتان. قصدي يا اسطى حسان. اه يا بكحة يا ام عيط الدب في رصاصة. ابقى تعالى خد لك مصاصة، النهارده ببيع حلاوة للعيال. تلمي عجلاتي وتعدل سلوكك لبعترة. الله الله الله، حد حكي لك طرف ولا تتلاكي في جميل؟ سلم بشكلك وانت عامل زي بقربان ابيض وعفش. ابهي روحي زفت وابقى عبدك يا قمر. ما تنفعش. ليه؟ حرام لك سايبه منفوخة على الفاضي. أب حسن حسن يا عشرية يا عبازية الغورية. يخرب بيت كده. ما لو كنتوا تكسوا روحكم اول باول ما كناش زنقنا كده. اديني جلابيتي الواد الصغير، ربنا يفك زنقتك. في ايدي حبايبتي دخخري يا بقر، لازم اشطبها واكويها عشان يلحق يصلي بيها العيد. اعوذ بالله من الدخخري. انا جبت سيرته يا عم. امال اعوذ بالله من مين يا جبان؟ اعوذ بالله من العيد. استر يا رب. بعودة الايام يا رجالة. وانت طيب يا سهون. كل سنة وانتم بغالين في خيرنا. كده تشكر برضه يا سهون. المعلم بيلبس ونزل حالا عشان نصلي العيد صحبة في الجامع بتاعنا. ربنا يديمه. امين. ربنا يعمل قلبه بالايمان. امين يا كريم. صل على رسول الله. عليه الصلاة والسلام يا سهون. نعم اخويا. يا ترى كلمت لي المعلم في الموضوع بتاعي؟ قلت لك ما اقدرش اكلمه يا سعفان. امال مين بس اللي يكلمه؟ ده انت جوز بنته وذراعه اليمين وما بيصدلكش طلب ابدا. ما حدش له خاطر في الشغل عند تيكون الدخاخري وانت عارف. يا شيخ بحق الايام المتفرجه دي عند ربنا تفك زنقتي. ادفع اللي عليه. مستعد والفوايد تتقصد. ما هتتقصد بفوايد اكبر يا اخويا. نكتب تنبيهات جديده. وهتسد منين؟ زي ما حضرتك ساعتها هتفتح لي الدكان المتشمع ده وربك يفرجها. مش هتفرغ غير ببيع الدكان. بيع الدكان؟ وعيش منين انا واولادي؟ المعلم هو اللي هيشتري ياخد حقه والباقي حلال عليه. يا شيخ هو انا المعلم ناقص حاجه ابدا؟ ده كل الحته ملكه. انت هتنق على حق رزق وسبوكته. ايوه بس كده الفوايد بقت كتير عليا. هو المعلم كان ضربك على ايدك لما اتمدت واستلفت. الرحمة حلوة يا عالم. لم لسانك يالا، المعلم زمانه نازل
ولو سمعك نارك هيضلم وعيدك هيتلزم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يفور من خلقتي. يا الناس بقت وحشه كده ليه؟ عود الايام يا كبير. ايش كل سنه وانت طيب يا معلم. ايش ربنا يخليك يا معلم. ايش الايام كبير انت ما تعيش ليه يا معلم؟ كفلنا الشر. ما اللي خلنا زناتي بقاش فتنة. وربنا ما خنتك يا معلم. مش عايز اشوف وشك في الورية بتاتا. قدامك يومين اتنين تدبر فيهم حالك وضبور انت وعيال. اروح فين بس يا معلم؟ تطلع من الورية، ولو رجلك عتبتها تاني هتطلع منها على ظهرك. امرك مسموع وحكمك نافذ يا معلم. ابوس ايدك يا معلم. دور دلوقتي بدل عيدك ما يتلغي عالم مفترية. العرايس البامبة ترقص صامبة ترقص رمبة من غير لا سوستة ولا زنبلة. اديني عروسة يا عشرية. هي العروسة بكام؟ 3 جنيه يا حبيبتي. يا خسارة. ليه؟ انا عايزه 2 جنيه ونص بس. ولا يهمك يا قمر، يبقى لي عندك. هات يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. انت طيبة. نفخة ندغة تراتير بترتر ولعة تفخة. والصمبارة والبي الملون. ومعايا العرايس البامبة ترقص صامبة ترقص رمبة من غير لا سيستة ولا زنبلة. يلا تراتير بترتر ولعب دغة. عندك بومباتي حسلية؟ لا ما ببيعش بومباتي يا ابن الدخاخري. ولا حارب الاتلية؟ لا عندي بندقية في فيلا. الله حلو. بس غالية قوي. هحوزها. معاك 3 جنيه؟ لا انا نص نص. ابوك اداك عيدية نص جنيه بس؟ نص نص نص. ايه اداك نص قرش يا مدهوي؟ نص دي نص 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 دي نص دي نص. وريني كده دي نيلك دي ورقة ب20 جنيه يا واد. خديها. خد بقية فلوسك يا واد. اتنصح يا واد، ده انت ابن كوعين الغرية يا خيبر راجة. يلا روح اجري العبايد، وسع للقال وانت عامل زي الشحط كده. حص سمزاسه. خد لك مصاصه. حلوه. هي ايه اللي حلوه؟ ما تشيل الورق يا ولا. ابقى خلي ابوك يحلق لك شنبك عشان تبان عايل. انا لوك. راجل خدعه جاتك واكسه في اللي خلفها. اسمي خلف مش خلفك يا عبيطه. ربنا ما يحرم ابوك منك يا ديك البرابر. رانا الايام يا كبير. رانا الايام. ما نتحرمش ابدا من كرمك يا كبير. يا رب. ربنا يزيدك كمان وكمان يا معلم. يا رب. يديك الصحة وطول العمر يا كبرنا. يا رب. ربنا يخليك. بعد الايام يا جد. انت مين يا بت؟ انا نبيها يا جد، مش عارفني. نبيها؟ نبيها مين؟ نبيها فوز بنت بنتك فتحية. طب خد. بعد الايام يا جد. وانت مين يا؟ انا ابراهيم فتحي ابن بنتك فوزية. خلفتك انت. ربنا يبارك ويزيد في الاحفاد يا سيد الرجاله. خد يا جتها داهية خلفة البنات جاي الارض وتمد البابا. ربنا يبارك لك في خلف. خلف وفين؟ انا مش شايفه حوالي. راح يلح بالمراجيح. نهارك اسود يا عول. اجري الحلوات لا يقع من على المرجيح. اطمن يا شديد، عيون رجالتك كلهم حراس عليه. يا واد صحتني، روح العب بعيد عني بقى. عاوز كمان لمبون. انت مفرق على بال دلوقتي 20 بالونه. خد لك لبانه عض فيها. اهدى. خد
الواد ده حكايته معاك يا عشرية. كل ما اديله بالونة يعضها تفرقع، فاكرها بتتاكل لهبل. خلي بالك منه، ده واد نمس. ده نمس؟ ما تعرفش عمل ايه في مراته استطافيه النجار اول يوم رمضان؟ عمل ايه؟ دخلها تحت بير السلم وشلع لها هدومه. الولية شافته اتسرعت واغمى عليه. من ايه؟ ما عرفش يا اختي، بنت اسأليها بقى. بصلي كده ليه يا واد؟ مضغور من هنا بقى. ايه استريح جيه بقى اللي اشتريته، روح استلم الحته تانية. مراعن انا حبيبي عسلية. يلا يلا ده انت مية من تحت تل. قلت على ما الحمام يروق شوية من الزحمة وماية المغطس تحمى شوية معلمة صفصة. بعد الأيام يا حبيبتي، ربنا يعوض عليكي ويعدلها لك بعدل، يسعد شبابك ويهنيكي. يا أختي فال الله ولا فالك تاني. ليه يا أختي كفال الشر؟ قال على رأي المثل، إيش عملتي يا حرة؟ قالت اتطلقت واتجوزت. قطع الجواز وسنين وتوبة. تبقي لسه بتحبي سيد سواسي. الله يسامحه بقى. يختون الله يرحمه، ده واخد تأبيده، يعني هيخرج من السجن على القرافة باستمارة مير. ربنا يقصف عمر اللي كان السبب، وهو الدخاخري كان قال له يتاجر في المخدرات. عمره كان في كفه وسد الدنيا الدخاخري في كفه، كان هيجيب له منين؟ وهو بقى اللي بلغ عنه ورماه. يا شيخ حرام عليكي. طب ومقام الحسين هو اللي بلغ عنه عشان يالها في العربية النقل اللي كنا بنتعيش منها، زي ما لها في الفرن من المرحوم ابويا بمزاج سوري وموته منقوط. يا عشرية، انت لسه فاكرة؟ ده انت كنت عيلة. الدخاخري هو سبب شقانا وفقرنا وحياتك انت. بكرة كل الغورية دي هتبقى ملكه بالاستغلال والغش والربا. بلاش الكلام ده لحد يسمع. بس خاف الضربة تأثر على دماغه والواد مش ناقص. أبوك بيخاف عليك قوي يا خلف. آه على سنة ديك البلابل. ديك البلابل يعني إيه؟ أنت عرفش الديك يا عبيط؟ عيب يا واد يا خلف، خليك مؤدب. سيبه يا معلم، ده احنا أصحاب من زمان وبنلاقي بعض. دخخلي كده جلس حسني. هو ديك تيش؟ يعني ما قلتليش يا خلف. ديك البرابر يعني ايه؟ يعني راجل. برافو، راجل يعني ديك. امال البرابر يبقوا ايه؟ بناتات. برافو برافو يا خلف، يعني انت راجل واخواتك البنات بناتات. بس بناتات سود وهسين مع فنين. يا دي اختيشي،
عسلية بناتات حلوين. بس هي اللي ضربتك يا خالف. لا لا ضربتنيش. امال مين اللي بطح راسك؟ نكس دعوة انت نكس دعوة. باين عليك بتحب عشرية يا خالف. عسلية حبيبي انا عسلية حبيبي هو. بلاش اللون ده معايا لحسن هتندموا. ومقام الحسين هتندموا. هخلي عشان قطين وهباب كوانين. قلتلك مش هتمشي من هنا لما يجي المعلم ويفصل في امري. هو فين المعلم يا بوافة مختوم ومتعلم كده؟ طيب هو بيداول مجنى عليه اللي بطحتيه وجاي يحاسبك ويدق عظمك. الحكومة بس هي اللي تحاسبني ولا له حق عندي ياخده في الاسم. اسم مين يا مرات السجينة يا صايعة؟ بقولك ايه قصر ولم الكلام المكسر بدل ما تندم وتتحسر يا عون. عون حاف كده من غير سي؟ لا شي ولا حا. وهش حميرك دول عني بدل ما سوقوا على اسم وديكوا في 60 دقيقة. ده بتلم بقى لسيح دمك. انا سكتي ملاش كورنيش. ما تقدرش ده انا عشرية بنت علاش عشوش دم نار تلسع ولحم جمل مكندز ما يتاكلش. واحنا سنالنا تقرش الحديد وعجمي ركب ما نقرش واللي يقرشني اشرخ في زوره وما تبلعش. فين يا خلف؟ زي ما قال الدكتور ما تتحركش كتير عشان راسك ما تخرش دم. افتح ابوك اضربك الرصاص. تضرب ابوك حبيبك يا خلف؟ كده وكده يا عبيد. مطرح ما يسري يهري. هم هم يا خلوفة هم. ايه يا خلوفة؟ لا يا خلف ده انا عامله لك شوربة كوارع عشان ترم عظمك. كوارع يا بنت نظيرة؟ الواد عاوز غازة. انا قلت لكم تتبلوا له كبده نيه. اختي زهيره بتتبلها له. طب اختك فتحيه فين؟ بتحشي له جوزين حمام وفوزيه بتعصر له الفاكهه. طب خليهم يهموا شويه جاتكوا داهيه نسوان كبب. كبب 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 نظيره تحي بقك من عينيا. ربنا ما يحرمنيش منك. يا ريته كان وقع من فوق سطوح الحمام اتقطمت رقبته كنا خلصنا منه. زي القطط في 7 ارواح اللي ما في مصيبه تحوق فيه يا اختي. وهو المدهول اللي زي ده بيفهم في الفرجه عن نسوان الفرحيه يا اختي؟ قطع هو بيفهم غير في الاباحه وقله الحياه. مياله حافظ على بناتك الصغيرين منه قال ده ملوش امان في الجزيه. عارفه يا اختي ومفهماهم قايله لهم اوعوا اوعوا تلعبوا مع خالكوا المساكه ابدا. مساكه؟ لا مساكه ولا غيره. بقول لك ملوش امان. ربنا يقصف عمره. وطي صوتك اختك نظيره جايه. قطعت الله روحها بتحبه وهي واختها زهيره اكتر مننا. طلعين تعبين زي امهم. حلوه الحينه مشاكل يا اختي انتوا غير خلوه عايز يتغدى. اسم الله عليه وعلى حواليه يا اختي. انا بقى تقبلت له الكبده حته تدينه تمري تمري من قبل ما تسري. قبل ما تسري يبقى صرت نصها على فوق لجوزك وعيالك. خص عليك يا قبلتي. طب ده خلوف اخويا اغلى عندي من عينيا. انا قلت اختي زهيره هي اللي تتبلها. راحت فين؟ خدت الفاكهه كلها ونزلت تعصرها تحت في شقتها. عشان جوزها وعيالها يساعدوها في العصر يا قبلتي. بطل هبل وخليك عاقل. ده العقل زينه يا سيشان. وعهد الله ما انا مخضي بيت ابوكي لا انا ولا عيالي يا زهير. يعني ايه؟ انت عايز فوزيه وفتحي وفتحيه وفوزي يلهفوا خير ابويا هم وعيالهم واحنا وعيالنا نتحرم يا شوقي؟ يعني هنتحرم من الجنه؟ على الاقل نرتاح من رزاله ابوكي ولسانه الزفر. اللي نفسه في العسل يصبر على قرص النحل. لا ابوكي قرص من غير عسل. ابيح وشحيح ونتي. شوقي مش هي دي الحقيقه؟ ما تاخذنيش يا راجل اتنصح. مش شايف عنق زوجتي نظيره واكل عقله ازاي؟ اكمنه عايش معاه في بيت واحد وقايم بخدمه خلف هو ومراته. علشان كده لازم نظهر حبنا لخلف. لازم نلعبه وننخشه عشان يميل ناحيتنا ويحبنا واحنا اللي نبقى وصيين عليه بعد موت ابويا. عاش ابليس في الجنه.
اختك نظيره معربانه عليها قبلك، حظها حلو، فضيال ما خلفتش. مصيرها تحبل، ربنا يعوض عليها. اكتر من كده كفايه عليها خلف. عشان تتلبخ وخلف يبقى من نصيبنا. الله يقويك يا عون ويرزقك بدستة عيال يقرفوك. يا حسبة برما سحاسيب. ما انا بحسبها بقى معلم، 3,902 في 6.5 يبقوا يا ابو 25,363. مظبوط يا معلم. طيب والسبعة ونص في المية بتوعهم يطلعوا كام؟ حاضر يطلعوا 1,902 وكسر. مظبوط يا معلم، و225 من الألف. جدع. تشكر يا معلم. لا مش أنت اللي اخترع الآلة الحاسبة هو اللي جدع. الله يرحم أبوك. أبويا؟ اللي خمينا وسماك حسيب يا خيبة. انا عارف المعلم متاخر كده ليه. قاعد جنب ديك البرابر بتاعه يا سيدي. ده يا فيو في ديك البرابر بتاعه قلب لنا عيد غم. بقول ايه يا عدايا، ما تطلعوا تستريحوا وتعيدوا مع نسوانك وعيالك. ودي تيجي برضو وحد ليه نفسي يعيد وخلف متصاب. لا اصيل يا استاذ فوزي. امال انت بس اللي اصيل يا سعون. خلف ده حبيبنا. طب ايه رايك بقى، فتحيه مراتي عندها خلف ده بالدنيا كلها، وفوزيه مراتي تحبوا اكتر من عيالنا. الله. لا بقى، اللي شال همه من يوم امه ما ماتت اخته نظيره، ربنا معصر خلفتها ومعوض علينا بخالف. عليكم. ما هو زي ابني. ابني يا بنا، ما تعرف مين هيسكن ويتهنى. دنيا متفاته وكلنا لها، ولا ايه يا سعون؟ ما حدش واخد منها حاجه غير العمل الصالح. عشان خاطرنا يا معلم، ده احنا طالعين من ايام مفترقه. غالي والطلب اغلى صفصف، ما اقدرش. دي البت غلبانه يا معلم، وابنك برضو غلطان. الله، ده عيل يعامل معامله الاطفال، القانون بيقول كده. وهم الاطفال برضو بيعملوا كده يا معلم. الله، يا كحكه في دي اليتيم عجبه، مستكترين على الواد درهم رجوله. اسمع كلام يا معلم وجوزه. جوزه؟ ايوه، بدل ما هو طايح ومبرطع زي الحمار السايب كده وراعب نسوان وبنات الحته. بقول لك عيل اجوزه ازاي يا قليل؟ ما يعرفش. ده انت اللي ما تعرفش يا معلم. ايه بصفصف، ده انا تيكون بتاع زمان. ها قول للزمان ارجع يا زمان. ده انا مداوب اربعه الله يرحمهم، كلهم كانوا نسب اكابر، بس مفهومش واحدة عرفت تنولك المراد، نتعوا قلبك وجابولك الضغط والسكر. وبعدين معاك بقى صفصف. من تتبطرت عن مشي يا معلم. بلاش ننكش في القديم، اللي فات مات. مات زي ابننا الله يرحمه، اللي مرضتش تعترف بيه ودلوقتي ما انتش طايل ضفره. ما قلتلك بلاش ننكش في القديم. كان حلو وعاقل. وبعدين معاكي؟ كان شبهك يا دخاخر الخالق الناطق. اسكتي، انت عايزه تنطيني؟ بعد الشر عليك يا معلم، ربنا يديك الصحه ويعوض عليك يا اخويا. روحي شوفي شغلك في الحمام. طب وعشريه يا معلم؟ هفرمها. اتقي الله مره واحده في عمرك يا دخاخري. اطلعي من دماغي امال بقى صفصف، وخليكي في حالك احسن لك. يلا روحي شوفي شغلك. افتحوا الباب يا مجرمين يا حرامية، افتحوا الباب يا تبار العملة يا بلطجية، وانا عامل حسين قال ما خرجتوني من هنا لكاين لكم اصايد منكم يا حرامية يا عرة. سارين قوت الناس بالغش، يا بياعين اللحمة المعفنة والفول المسعوز والدقة المغشوش. بتشتمي مين يا بت يا جربوعة يا عرة يا عقل مهروش؟ عقل مهروش ولا شرف في القرع دايب. شرف مين اللي دايب يا بت؟ خلي الطبع مستور يا معلم. قامت قيامتك واتنصب ميزانك يا فجر. فشر، انا اشرف مش شرف، واللي عفه يا شكله اعرف.
راح يده لعملك عبرة لكل اللي يفكر يمس ابني بهذا. ابنك قليل الأدب وعايز تربى، ده كشف سترنا جوه الحمام. أنا بقى أكشف سترك بره الحمام، في الشارع على عينك يا تاجر قدام الناس كلها. ما تقدرش، ولو فيك راجل يمد ايده عليا. خلاص يا بنت قول سيبنك يبقى جالها يا معلم. لا عيب، مفيش راجل يمد ايده على حرمة، الحرمة ما تأدبهاش وتشرشحها، الحرمة زيها. انزلي يا نعناشة. انت تأخرت كده ليه يا عون؟ جبتلك من المذبح دبابة من اللي بتدق العظم وتصحنه بودرة. برافو عليك. خش يا نهناشة. فهمتها المطلوب. بحذافير. اطمن يا عيتي، هبعتر لك كرامتها بعترة لا تتكنس ولا تتلم. طب خلي الرجالة يطلعوا بنت الرافة دي من المخزن وارموها لها في الوسعاية. وجب يا سيدي المعلمين. سيدي اللي جاب ألف سلامة. بسيطة بسيطة إن شاء الله. يا حبيبي يابا قلتوا في يا رب، والجرح ده مش خطر على السكر يا دكتور؟ أنا اديته حقنة أنسولين. الخوف من الضغط يا أختي، الضغط. من فضلكم مش هتدوق. مات بس أنت وهيب. دلوقتي فوق وهيب عالي العيال، مش معقول كده على طول كلام كده. أكتر من كده ويزيح ربنا. يا رب. حرام عليك. ربنا يعينه. الله أكبر. سلامتك يا معلم. سليمة إن شاء الله. قدر ورطف يا سيدي الناس. ألف شكر وحمد يا رب. بس مش عايز كلام. ايه واقفين تعددوا عليا مستعجلين موتي؟ بعد الشر عليك يابا، ان شاء الله اللي يكرهك يابا ربنا ما يحرمنا منك ابدا يابا. تعالي يومنا قبل يومك يابا. تعال اتفضلوا من هنا، كل واحد هتلم جوزها وعيالها وتغور على بيتها، مش ناقص وجع دماغ. كله بره يا جماعه، كله بره. يلا يلا خلي الغالي يرتاح. يلا يا اختي، يلا يا اخوان، طب هو يلا حبيب، يلا مع السلامه. يلا يلا. قول. نعم يا خالي. الواد خلف فين؟ تلاقيه تحت بيلعب مع العيال. طب روح شوفه. حاضر يا معلم. ما تتكلمش كتير يا معلم علشان الجرح اللي في دماغك.
الجرح في القلب يا دكتور، جرح ملوش دواء. استحملي شوية يا عشرية. يا اختي بتدي عين نهار، عضمي بينقح عليا. كمادات المية ساعة هتطفيها. يا اختي مش مستحملة حاجة على جدتي. التلج يا اختي هيفك الجزع ويحل الوجع. يا اختي جابوها لك منين الولية دي؟ من الولايات المتحدة. منك لله يا دخافري. وعهد الله العض قلبه من جوه. طب ازاي؟ ابو مخ في راس عمره ما يلطاس. هتعمل ايه؟ انعاش العقل يعرف ياكل غريمه منين. يا معلم، التخلف العقلي اللي عندي خلف مش وراثي، ده نتيجة الحمى الشوكية اللي خدها هو طفل. ده بقاله 27 سنة طفل يا دكتور. الواد جسمه بيكبر وعقله بيظهر، لا نافع فيه الطب ولا دواء. ما هو من آثار الحمى الشوكية يا معلم. الله يخرب بيت أبوها، يعني الشوكية دي ما تنشنش إلا على حتة العيل الحيلة اللي خلفته بالعافية. لكن دي إرادة ربنا يا معلم. ده أنا ما عملتش حاجة وحشة أبدا يا ناس. ربنا يديك على قد نيتك. طول عمري باكل لقمتي بعرق جبيني، لا تاجرت في مخدرات ولا زورت عملات، أعمل إيه بس أكتر من كده يا خال؟ هدي نفسك يا معلم، الإنفعالات مش كويسة عشانك. قلبي محروق بالحسرة يا دكتور. ربنا يصبر قلبك. يعني لو جوزت خلف ممكن يخلف لي عيل سليم وعائلة يا دكتور؟ ممكن جدا، بس هتجوزه ازاي؟ بكتاب ودخلة زي كل الناس. ايوه، بس ده نقص الاهلية يا معلم. ليه؟ هو مقطوع من شجرة؟ انا اهليته. الاهلية يعني العقل. عشان كده لازم اجوزه. انا عايز عقل، عقل يحفظ اسمي ويورث مالي. وهتجوزه مين؟ ايوه واحدة، المهم تخلف لي عقل. انا نفسي في عقل يا دكتور. صباح الخير يا عسلية. يا فتاح يا عليم، عايز ايه؟ في اللعب بيبيعيها انت؟ كنت ببيعها في العيد والعيد خلاص خلص. يا عيد خلص خلص. انت عايش في دنيا تانية، مرتاح وبالك رايق. ابيعي ايه؟ زي ما انت شايف، شاي وقهوة وسندوتشات. تاخد لك سندوتش فول؟ لا فول، لا فول عيب. عيب ليه يا ابن صاحب المستوقد؟ وحش، اعمل اللي في بطني بوم بوم. امال بتحب تاكل ايه يا منيل؟ نعمة. لحمة وزوة. ايه؟ زوة تقول كك 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 كك. وزة. حلو حلو. وبتاكل ايه كمان؟ محان. محان؟ يطلع ايه المحان ده؟ محان اديني في السماء فوق فوق. قصدك الحمام. بتاكل حمام؟ كتير كتير. يا خسارتك في الهبل يا مداهو. عايز واحدة تكون واعية ونبيها عشان تخلف لعيل مخه مفنجل وحدق. وإيه كمان؟ وكون حلو وصحتها كويسة عشان الواد يطلع متين. متين ولا عنب زيك. جريها صفصف، أنا بتكلم جد. وهي مين دي اللي هترضى تتجوز ابنك العبيط ده يا دخخر؟ بقولك هدفع لها اللي هي عايزاه، هنغنغها. هي مين دي اللي هتنغنغها؟ عشرية. يا لهوي، بنت حركة وفيها كل المطلوب، والواد بيحبها وسخنين عليها. وما لقيتش غير عشرية يا دخاخري؟ جسيلي ميتها. من غير ما جس مش هترضى. هديها مهر 10,000 جنيه
غير الشبكة. دور لك على واحدة محتاجة. وهي عشرية حلتها اللضة. بتعرف تكسب قرشها وراضية بقليلها. طب بسيلي ميتها. من يوم ما جوزها اتسجن وعيلها مات وهي متعقدة من الجواز، مش طايقة ريحة الرجالة. وخلف رجالة يا ولية. وهي ناقصة علل. دور لك على واحدة مش لاقية تاكل، تكون دقة. معك حق، نخليها دقة. أفكر بلدية بلدية عشرية بلدية بلدية طمني. اطمن يا سيدي الرجاله. اما عساكر البلديه بهدلوها بهدله، خدوا النصبه وشدوا البت من شعرها في البوكس على المحافظه. عايزها لما ترجع تلاقي الحيطان اللي متوياها كوم رماد. طب ازاي؟ بتلاقي ليه من العيال بتوعنا يحرقوا لها الاوضه. امرك نافذ يا معلمه. لازم تبات في الشارع الصايعه بنت الرافضي. عناية يا سيدي الرجاله. حواس اقمد ادرى. نعم. تخبط على الباب قبل ما تخش. هذا خلف. هادي فلوس يا دخخلي. فلوس؟ فلوس تعمل بيها ايه؟ هنشتري بيت لعسلية. بيت حتة واحدة؟ اصل البيت هتحرق. طب واحنا مالنا؟ بقولك هتحرق مش بتفهم. عيب يا دخخلي. ايدي ايه العباد دي يا دخخلي؟ ايدي ايدي دي مش لعبات يا خلف، دي رزم. رزم؟ بكاوي فلوس. خلف انا نهشت بتوفري في الحديد لحد ما جمعتها لك. خليك ناصح بقى وفلاها. افلاها انا افلاها. اوعى حد يضحك عليك واخدها منك. لا حد ياخدها مني. بتعمل ايه؟ كلها كلها. ايه دي ما بتتاكلش يا خلف. حصرة قلبي عليك يا دلوقتي. هاتي فلوس يا دخاخلي عسلية تعيط. انت بتحب عشرية ليه؟ حلوة. اجوزها لك؟ جوزها. انا جوز. طيب انت عارف جواز يعني ايه يا خلف؟ اعرف. انا اعرف جوازها. طب قول لي بقى يعني. لا سأقول. لا ما انتش عارف. تقولش كلام ابي حاول يا دخخل انت. برافو عليك. هذا ابن التيكون. هاتي فلوسه بقى. هاتي فلوس. انت تستاهل جنيه بحاله. خد. ايه راح فين؟ اديني البيت اللي عايزها ليا.
اشربي الشاي يا عشرية يا اختي وكله يتدبر. منين يا معلمة صلصة؟ منين يا اختي؟ منين؟ اختي ولا يهمك، انا حبيض لك الأوضة على حسابي، ولك علي اديكي كنبة وترابيزة وكرسي، والباقي يتدبر بالقسط من شارع الأزهر. والقسط ده بقى يجي منين؟ دي البلدية عملت لي قضية، يعني لو اشتغلت هيسجنوني. يا اختي ما دقيت لما فرجت. ارمي حمولك على رب العباد، اما اروح اطل على الحمام وارجع لك. اعمل حسابك، هتباتي عندي الليلات. ان شاء الله يسترك. يلا اشرب. ان شاء الله يسترك. سلية سلية، عايز ايه يا خلف؟ قومي يا سلية، قومي صلح، قومي. أقوم أروح فين؟ استلي بيت تاني عشان عسلية، بيت مسمى حلو. أمرك يا معلم. انحرق الوش والقفا والعدو لسه ما اشتفى. استغفر الله يا بنت، ليش عشوش؟ ده ابوك الله يرحمه كان حبيبي. قطع الحب وسنينه، انت عايز مني ايه؟ ما بنت ما تبقيش نفرية كده، انا قلب عليكي. قلبك تقيل، خفوا من عليا شوية لتخنق. خفة دمك وزكاوة عقلك عجبان. هات من الاخر وقول عاوز مني ايه. خلف طالب ايدك يا عشرية. وابو خلف طالب ايه؟ طالب خلف. وبعد الخلف ترميني؟ اعوذ بالله، انا في ديك الساعة لما الاقي ست كومل زيك تراعي خلف وتهنيه. وانا مين يهنيني؟ الفلوس، الذهب، العز اللي عمرك ما شفتيه. انا اتولدت في العز يا معلم، وانت عارف انا بنت مين. ما هو النبش في القبور عمره ما هيحيي ميت، بلاش نقلب في القديم. ما هي الدنيا كده قلابه وملهاش امان. مبروم على مبروم ما يلفش يا بنت ليش عشوش. بين البيع والشراء يفتح الله. نهايته عايزه ايه؟ تضمن لي عزي. ازاي؟ ترجع لي فرن ابويا تاني. بس كده؟ وتكتبهولي بعقد رسمي بيع وشراء. وايه كمان؟ مالكش دعوه بخلف. نعم. لا انت ولا بناتك تتحشروا بينا عشان اعرف اوضب وافصل رجلي على مقاسي. ماشي. واسكن انا وهو في مطرح لوحدينا. لا بقى، خلف ما يسيبش بيت ابوه ابدا. انت وهو هتعيشوا معايا في البيت، وانا في حالي وانتوا في حالكم. ان كان عليك انت في عينيا الاثنين، هتبقى في مقام ابويا بالظبط وخدمتك واجب عليا. انما بقى. انما بقى مين؟ بنتك نظيرة وجوزها عون. لا دول يعزلوا في مطرح تاني. ماشي. ابوه بيتشال من على الفرن وبيرقص ابن الهبله دوت. يقول لك يا خخري هيتجوز عشرية. يا نهار اسود، يا في عروس شفتها في امي. هتتجوز روح تالي.
ايه مالك يا عود؟ مهموم يا معلم. من ايه يا؟ اتفضحنا باسم الدخاخر ينزل من على الفرن ويركب عليه ليش عشوش من تاني. معاش اللي اسمه يركب على اسم الدخاخر يا دي، بس فرشة مغفل. فرشة؟ اه بفرشها وعارف ازاي لماها. يا خوفي تيجي تلمها تتبعزق كلها. تتبعزق مين ده يا صنم؟ الدخاخر ياخد ما يديش يا، وندة لازم ياخد اكتر. انا عايزك تبعت لي الواد حسيب عشان قضية الضرائب قربت. حاضر يا معلم. ولا حواس. ايوه معلم. ايوه معلم. عايزك تروح لحسيب اخر النهار قول له المعلم عايزك في امر ضروري. وجب يا معلم. اوعى تنسى. لا انا مبروك يا معلم خلوفه. ايه خلوفه دي؟ انا عريس اسمه المعلم خلف راجل مجدع. انا مجدع؟ اسمي خلف مش خلوفه يا حمار انت. كلامك مسموع وامرك نافذ يا معلم. واسع كده قول قول من هنا قول امشي. حاضر. اهلا 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 بالعروسه والعريس. يا عروسه تقولش كلام يا ابيح يا دخاخلي. عروسه ابوها الرمله. حد يقدر يمد ايده عليك يا معلم خلف؟ انا العب عروسه وعريس مع بناتات ابوهم يجي يضربني. اه منك انت بتاع البناتات. اللعب المره دي جد يا خلف، جد قوي، وعشريه هتبقى عروستك. لوسة لوسة حلوة قوي. فين فرح؟ فرح ايه يا خلف؟ انا قلت لك عايزة فرح. ليش ليش فرح؟ بلاش بلاش ازاي ده؟ انا اعمل لكم فرح عمر الغرية ما شفته من يوم ما اتخلقت. مالوش لزوم. لوش لزوم. اذا ما كنتش افرح بيك انت يا خلف افرح بمين امال؟ بس العروسة تؤمر وتقول لنا امتى نكتب الكتاب ونعلي الجواب. انا تحت امر سي خلف. اطمنت على عزك؟ كله تمام. على خيرة الله. نديها كتب كتاب ودخل الخميس الجاي. ايه رأيك يا سي خلف؟ تحب نتجوز الخميس الجاي؟ لا دواتي دواتي. انت بان عليك مستعجل قوي. خلاص خد عريسك وانزلوا الساغة نقي شبكتك بنفسك يا عروسة. العريس هو اللي ينقي الشبكة على ذوقه مش كده يا سي خلف؟ كده كده. كل اللي يقول عليه خلف ماشي، وانت وذوقك بقى ايه يا سي خلف؟ ماشي ماشي ماشي. طيب. اوزر لي دول يا خواجه توما. دي كمان دي ودي 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 كمان دي معايا. دول كمان يا مدام؟ ولا قال لك يا وزير يبقى ده وزير. خفي شويه العشريه كل دي شبكه ولا مالي؟ مش تخلف هو اللي بيجيب لي؟ نفسي افهم ايه اللي في دماغك. حسبتها بعقل. وهو العقل قال لك تاخدي واحد مالوش عقل؟ وانا كنت خدت ايه من بعقل غير الحسره وخيبه الامل؟ الواحده مننا مش عايزه غير راجل ينغنغها ويبقى خاتم في صباعها. طب حاسبي على صباعك لا يتزنق. خدت توما دي كمان اديها كل دهبات دي. يا ابني ركز معايا خيلتني. حلمك عليه يا خواجه توما. ده قلب لي كان المحل كله. كله بحساب وضيف على الفاتوره والدخاخر سداد. هو مش كلمك في التليفون؟ ايوه كلمني لكن ماليش حشري المحل كله. الله حلوه دي يا خلف. حلوه مش كده؟ عشريه. وانا مالي بقى هو اللي بينقي؟ مش دي كمان حلوه يا خلف؟ حلوه قوي حلوه قوي يا عشريه حلوه قوي. عشريه ما خد المصحف ده كمان. ودول بقى بالمره يا خلف. كل دول ولا توما ادي عشريه دهبات دي كله. الدخاخري هيشتري ويدفع ثمن ده كله؟ انا ادفع حمار توما انت؟ انا ادفع؟ انا عليس عليس. عليس عليسي انا. دي كمان توما دي كمان ودي ودي.
كله تمام. ألف مبروك يابا. أخت العريس بقت آخر أليستا. لا ولسه يابا لما تتفرش بقى هتبقى فلة. عقبال ما تفرح بولاد خلف يابا. وولاد ولاده. مين اللي علق الستارة دي هنا على باب البلكونة؟ أنا يابا. إيه رأيك مش منظرها حلو؟ وأنا اللي اخترت اللون الحلو ده يابا. ده قعدت ثلاث ساعات مش شعلقة على السلم لغاية ما عرفت تركبها. ولسه لما تشوف فرش السرير يابا. اخرسوا. الستارة دي تتشال من هنا حالا. ليه؟ من غير ليه؟ والسرير ده اتنقل من هنا بسرعة. يوه هنحطه فين؟ أنا قلت السرير ده يتحط هنا أهو في وش باب البلكونة يا كوبا. وبعد ما تخلصوا تعالوا لي أوضة الجلوس، عايزكوا في كلمتين. ودي آخرتها يابا؟ أطلع من بيتك أنا وجوزي بوقة هدومنا؟ لا تقعدوا عند أختك شقيقتك زهيرة مؤقتا وهتطلعوا تاني. امتى؟ هو اللي بينزل بيطلع تاني؟ اه بعد اللي هيطلع ما ينزل تاني. يعني ايه؟ انا برضو هسيب بيتي ومالي البت جربوعه زياده الهافو وتستولى عليه. وكان لزومه ايه بس تدخلها علينا يابا؟ علشان اخوك ويدخل عليها ويخلف لي عيل يورث اسمي ويحفظ مالي بعد ما اموت. بعد الشر عليك يابا، ربنا يطول لنا في عمرك. ربنا ما يحرمنا منك ابدا يابا. اسم الدخاخري لازم يعيش ليوم القيامة. مش ممكن شاء الدخاخري يندفن في جوف شاوي وفتحي وفوزي وعود. وعايز يندفن في جوف عشرية بنت عدوك عليش عشوش؟ عشرية دي زي البارة اللي تعشر، بعد ما تولد نذبحها وناكل لحمها. قالي باكو حلاوة. وعهد الله يا سعود، دول ما يجوا أجرة الكراسي. عايز ايه تاني يا بوران؟ 1000 جنيه كمان تمن نصب الصوان والكهرباء. بطل نصب يالا. ليه؟ انت بتنصب صوان الميت بكام؟ الميت حاجه والفرح حاجه يا سعود. خليك جدع واحسبه ميت. ده فرح ابن الدخاخر مش هتنازل عن 2000 جنيه. ما انا حسبت لك 2000 جنيه والوصله اهو، امضي عليه. وال1000 التاني؟ مخصومه من المنبع. مخصومه؟ بالعرف والقانون خصمنا 50%. واشمعنى؟ لان العريس عيل وفرح نص اجره. يا بقوم امضي على الوصله يا بوران. لحسن رنك على قفاك. يلا حبيبي امضي كويس. يلا على البركه، مع السلامه. يلا خلصني. عقبال ما تفرح بانجالك يا استاذ فوزي. وانجالك يا استاذ فتحي. ويعوض عليك يا سعود. بعد ايه؟ ما خلاص بقى البارومه سرحت. مش قلتلك ابني أبانا ما تعرف من يسكن ويتهنى؟ بس احنا برضو اللي حنسكن ونتهنى. حنسكن فين ونتهنى بيها يا سعود؟ ما نبقاش رجالة لما بنت زي دي تعنطرنا في الزلابية. من زمان وانا بقولك الاتحاد مصلحة، بس انت بقى اللي فقري عايز تاكل لوحدك. يا ناس يا فل الخير للكل. المهم نخلص من البنت دي قبل ما تحبل. ازاي؟ ازاي دي بقى عايزة ترتيب من مخ دي. اشرب الزوزة دي طبعا وحشة قوي. هي دي اللي هتعدل مزاجك وتخليك انس يا معلم. اشرب. طيب ايوه. انت فين ياما؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت ايه اللي موقفك في البلد دلوقتي؟ شخرص. انت ايه اللي طلعك هنا دلوقتي؟ انا قلت اجيب لك الدواء، اصل انت دايما بتنساه. طيب حطي هنا وغوري. يلا انزلي على تحت. حاضر غوري. حاضر.
اشرب. اشرب بس على صلب. تحت امرك. اجيلي بوسه. بس كده؟ اخص عليك بعد ما تشرب. طيب. خلاص سلمت. ادي بوسة بقى. بعدين يا خلف بلاش يا قهوة يا اختي ابعد عني يا خلف مش معقول سلمت خلاص يا خلف ده انت شاي قوي انت شاي قوي يا خلف أحبك أحبك يا هدية بس يا واد انت شاي قوي يا اختي يا خلف أحبك يا هدية يا واد اوعى وعليك وعلى شعب وين اوعى يا خالة يا واد اوعى بعدك تشعر يلا بقى عسلية نلعب تحت السرير نلعب تحت السرير نلعب تحت السرير يخرب عليك يا خلف حكوتيني تحت السرير استنى يا واد اوعى على اخر الزمن يا سخالة عسلية العب عما بعض ايه عما بعض العب انا وانتي عما بعض قصدك مع بعض العب حوالي يلا نلعب عمار الله ايه دي دي هوا دي سلية يا ولد بطل شقاوة عمار احبك قوي قوي يا سلية يا ولد معقولة اللي بتعمله ده انتي بوسة واحدة بوسة احبك يخرب مخك بوسة بوسة واحدة يا سلية بوسة واحدة بوسة واحدة مش معقول يا خالة كيف نطلع منك يا ولد يا شائن حلوة حلوة انتي حلوة انتي حلوة قوي يا سلية بس يا ولد حبك حبك قوي قوي حبك حبك يخرب مخك نهار ابيض الف مبروك يا مبروك يا صلى على رسول الله الدماغ دي انتوا هتعملوا له كلهم زفه صباحيا مباركه يابا عقبال ما تفرح بكتاكيتهم يابا احنا في عرض كتكوت ليه ان شاء الله هنجيب لك قفص كتاكيت هو العريس والعروسه لسه نايمين لا في الحمام بركه ربنا يجعل مية حمامهم خصم وهنا ما تزغرطوا يا كوبا
يا زهيرة. الله عيب يا عريس. هي كلمة واحدة بس عيب. تمام يا سابع. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيكي يا قبلتي، وقبل ما نفرح بعوضك كده إن شاء الله أنت وسعون. في حياتك إن شاء الله. ربنا يسعدكوا يا عروسة. أمين يا رب، ويحمي لي سخلف كده ويبارك لي في شبابه وعافيته يا رب يا رب. تعال جارع على خلف. العروسة باين عليها مبسوطة منك قوي. عيب عيب يا دخاخر. عيب عيب ليه يا سخلف؟ ده انا ربنا عوضني بيك عوض الصابرين. راحوا علينا يا عروسة، مش بالقوي كده. لا قوي قوي، ده انا لو كنت لفيت الدنيا على كعوب رجليا ما كنتش هلاقي ضفر سخلف. ربنا يزيد الهنا ويقرب المنى يا عروسه. ان شاء الله يا رب. امسوا بقى امسوا بقى يا دخخلي انتوا وحسين، احنا موسى فاضيين. ولك يا عريس. ولا انا لعب كتير انا وعروسه. يلا يا عروسه نلعب سوا. الف مبروك يا معلم. الف مبروك يا معلم. شاطر يا خالد، عرفت تملى زنبالك لوحدك. لا لا حلوة قوي. انا بقى جبت لك لعبة احلى منها. فين؟ اهي دي شيشة. ما هي الشيشة دي لعبة الرجالة الكبار، وانت دلوقتي بقيت متجوز يعني راجل. انا متجوز راجل. اوعى يا خالف، اوعى اشوفك بتلعب مع العيال في الحارة تاني، ازعل منك وما العبش معاك. لا لا اذا العب مع العيال حارة. انا عايزة جوزي يبقى راجل قد الدنيا محترم. محدش يضحك عليه ابدا. يلا يا اخويا اشرب بقى وريني. لا مش كده، شد. شد يا مالك، شد يا خالف. شد يا مالك. شد كده. بقولك يا معلم خلف، ما تسيبك من الطاولة وتعالى نلعب كوتشينة أحسن. لا ولا عبدي ولا عبدي. الطرقعة قلبت دماغي، الكوتشينة أهدى. لا سعون أبو سيدك، بلاش حكاية الكوتشينة دي. ليه؟ بيقطعها وبياكلها. وماله؟ يمكن يتحشر في زوره بصرة ولا كوم يكتموا أنفاسه. ما تقوم يا خلف تيجي ترقص معاي. علي انت العب عما بعض. قوم تعالى اعلمك الرقص عشان برضو نرقص عما بعض. طيب يلا يلا. اعمل كده يا واد يا خلف. كده يا واد كده يا واد. الله
ده خخري يا نسي. يا واد خليك في الرقص، وانت كله بص على طول الارقص. يا دول 5822 جنيه. ها، ايراد الشهر بتاع فرنك يا معلمه عشرين. من يد ما نعدمها يا معلم. تحبي تراجع على كشوفات الحساب؟ عيب يابا، ده احنا بقينا اهل خلاص. ربنا يقرب المونه ويربطنا بالود اكتر واكتر يا رب. فرجوا قريب بجد. العلم عند الله، لسه الرؤية ما سبتتش. ربنا يثبتها يا رب بحق جاه النبي. خدي بقى وبصمنا على كشوفات الحساب دي. بصمنا بقى على كشف الحساب ده. ايه، واحدة هنا والتانية هنا. الدخاخري ابتدى يقلق. من ايه؟ نفسه يبقى جد. اها، وانا بايدي ايه؟ كله بامر ربنا. هو انا مغسله وضمه جنه؟ ما تفهميني بصراحه يا عشريه. افهمك ايه؟ الواد منه رجا ولا ما منوش؟ منه وما منوش. فالزوره دي لا، نكته. نكته؟ اه، وكل ليله نضحك عليها. طب واخره الضحك ايه؟ تسخسيخ وبعدين نتخمد ننام للصبح. ازيك يا عشرية؟ مبروك عليك يا اختي بيت العدل. مين؟ انا صدوق اخت سيد سواسي، مش فاكراني؟ ازيك يا اختي؟ انا عايزاكي في كلمتين سر كده، ولازم بمشي على طول. خير في ايه؟ سيد اخويا هرب من السجن وعايز يشوفك ضروري. يا ندمتي، هرب؟ هرب ازاي؟ وطي صوتك. طب هو فين دلوقتي؟ بكره هبعتلك واحده اسمها صنوف، هتقف تستناكي قدام دكان شهبور العطار اللي في الحسين، هتاخدك تدلك على مكانه. اصل انا طبعا ما اقدرش اخدك اوديكي، لان اخته والبوليس دلوقتي حايم حواليا عشان يعرفوا مكانه ويمسكوه. يا لهوي، سيد عايز يشوفك ضروري يا عشريه. ما اقدرش، انا دلوقتي متجوزه. ما برضو كان جوزك وله حق عليك. انا دلوقتي في عصمه راجل. ابن التخاخري راجل برضو يا عشريه؟ ابقى حط البزازه ببقه ونايميه وتعالي. ما هو لو ما روحتيش السيد هيضطر يجازف ويجيلك جوه بيتك. ما اقدرش. في كلام مهم قوي سيد عايز يقولهولك قبل ما يطفش على بلاد بره. فوتك بعافيه يا اختي. عشريه، ازيك يا سيد؟ تعالي خش. وحشاني 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 قوي. وانت كمان. مش باين. عاوز مني ايه؟ ايه المقابله الساعه دي يا عشريه؟ ده انا جوزك. كنت جوزي واتطلقنا. انت اللي طلبت الطلاق. كنت عايز نستناك 25 سنه وانا وحدانيه ماليش حد. انا دخلت السجن عشانك يا عشريه. عشاني انا؟ كنت عايز اختني عشان اساعدك واجيب لك الدنيا على كفوف ايديا. انا عمري ما قلت لك عاوزه حاجه. انا كل مناية كنت عايش مع راجل يحبني ويحميني ونعيش على الستر. الستر في الزمان ده بقى غالي قوي يا عشريه. كان لازم اعض في الصخر عشان نقدر نعيش ونربي ابننا. بلاش النغز في جروح القلب يا سيد، كفايه كل شيء راح لحاله وانتهى. حبي ليك لسه ما انتهاش يا عشريه. انا هربت من السجن عشان اعيش معاكي. تعيش معايا فين؟ في اليونان، في ناس بيفبركولي باسبور تهرب بيه. هاخدك معايا اليونان ونعيش هناك عشريه. انا متجوزه يا سيد. جوازك من ابن الدخاخر العبيط جواز باطل، ما يقبلوش لا شرع ولا دين. انا جوزك يا عشريه، لازم تهربي معايا. اهرب ازاي وانا على ذمه راجل؟ اتطلقي منه. ما اقدرش.
بعت نفسك للدخاخري بكام يا عشرية؟ أنا اشتريت نفسي ما بعتهاش يا سيد. اشتريتيها ازاي؟ والمين؟ فورنا أبويا رجعلي تاني، يعني اشتريت حقي بجوازة دي. وحق أنا؟ أنا اللي رميت روحي في النار علشانك. أنت رميت روحك في النار علشاني؟ آه، لولاكي ما كنتش مديت إيدي للدخاخري واستلفت تمن العربية النقل بالفايز. أنا ما قلتلكش استلف بالفايز. كنت عايز أبقى معلم. معلم وصاحب عربية عشان ترضي تتجوزيني. ما تعلقش بلا وطمعك علي يا سيد، أنا عمري ما جبرتك على حاجة. حب ليكي هو اللي جبرني. وحبك ليا هو اللي خلاك تتاجر في المخدرات؟ طبعا، أمال كنت حسدد تمن العربية بفوائدها منين؟ يا ما قلتلك ابعد عن سكة الدخاخر دي، أولها ندم وآخرها عدم. ما سمعتش كلامي. أصرخ، أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك. يا ريت كان بإيدي يا سيد. لو ما طوعتنيش وهربتي معايا هقتلك وهقتل نفسي. اعقل يا سيد. هقتل نفسي. اعقل يا سيد. هقتل نفسي. اعقل يا سيد. عشرية، أنت مراتي عشرية. إيه يا سيد ما أقدرش أعيش من غيرك. بحبك. حرام عليك يا سيد. حرام عليك. أنت مراتي. حرام عليك. أنت مراتي. حرام عليك. حرام عليك. عشرية ده ياخدك مني. حرام. حرام. كل بلي ده عسلك يا عسلية، بس مش تزعلي. ليه تزعلي يا عسلية؟ تعبانة. مين ضربك؟ انا موته. اللي ضربني تموته يا خلف. ابحه بسنكينة. بتحبني يا خلف؟ احبك قوي قوي يا عسلية. لو مت تزعل عليا؟ لا، ستموت يا عسلية متعة مع بعض. أنا كمان بحبك قوي يا خلف، ربنا ما يحرمنيش منك. افتح يا سيد، أنا القنص. عشرية بعتلك الألفين جنيه دول تدبر نفسك بيهم، وبتقول لك هي مش هتقدر تزورك تاني. ألفين جنيه؟ ألفين جنيه يعملوا ايه؟ بلغ صدوق أختي تقول لها إن عايز عشرة كمان وتجيبهم وتيجي بنفسها. أمرك يا معلم. أنا زهقت من الحبسة دي. فين بتاع البازابورتات؟ كل ده بيظهر لي في حتة بازابورت. والله أنا رحت له قال لي مش قابل أسبوعين تلاتة. تاني ده باين عليه مزورات السكة وحنروح في داهية على قديه. يا معلم الحكومة مفتحة عينيها اليومين دول، وهو لازم ينقش القرع ويلونه. القرع لوحده مش كفاية، لازم يعشي جنبه كوسة وكله بحسامه. كوسة؟ اه امال، عشان الطبيخ ما يشيطش ونعدي سالف المسلوق. الله. مقدرش يا صدوقة مقدرش، وبلاكينه مش هيشوفني تاني بعد كده. واذا كان محتاج قرشين حب ادبرهم له بعدين. بعدين امتى يعني؟ لما ربنا يفرجها. هو انا هضرب الارض تطلع الوفات؟ ده اخر كلام عندك يا عشريه؟ وما عنديش كلام غيره. يا ست هاني اعملي معروف يا ست هاني، محوش الجدع الاهطل اللي معاك ده. عمل ايه؟ كفر القرود يا دي النصيبه السودا اللي انا فيها. زي ما قلت لك، ها فوتك بعافيه. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ وانا ما اقدرش اسيبك في حته لوحدك شويه ابدا. انت كميل. ايه ده؟ تعال تعال نروح للاسد. تعال يلا. ايدي عجليه. ايدي ده الاسد، شفته قوي وشديد ازاي. فين اسدايه؟ الاسدايه جوه مستنيه يا سابعي. يلا بقى نروح لحسن، انا تعبت قوي وضغط من كتر اللف. فين الفيل؟ اشوف فيل انا. طيب نشوف الفيل في سكتنا كده واحنا ماشيين. يلا يا اخويا. اتفسحتوا فين النهارده؟ رحنا جنينه الحيوانات. لا، اسمها جنينه الحيوانات يا خلف.
حلنوات انا فيها اسد كبير قوي وفيل نونو. لا يا الله، بقى الاسد كبير والفيل نونو. الفيله كانت والده شاف النونو بتاعها اللي نتع الفيله انتعنا ومتعنا بالنونو بتاعنا. يلا يا فتحيه يا اختي الاكل جاهز، حضري السفره. حاضر يا اختي. خدي يا بنتي ودي المفرش ده على السفره وتعالي خدي العيش. حاضر يا ستي. نسليها البصل والثوم ونسليها الفسحه كل يوم. عشنا وخدمنا بنت عليش عشوش. يا مصيبتي اهدي لو حبلت ابوك هيعملنا ليها مرمطونات. والولدت يبقى علينا العوض يا ستات. بس تسلم ايديك يا قبلتي على الملوخيه. لا ولا المحشي كان يجنن، الخلطه بتاعته دي. لا ده انا بقى عمال ايديا ده خلطه. انا والشفا يا خلوفه. يا انجي حلوقه يا انجي. ايه مالك؟ دايخه النفس لما عليا قوي. قوموا معايا. الله يحركوا يا كوبا. انا لحى معاها كوبا ستانو كوبا ستانو لحى معاكوا عشرية. سبت عشرية حامل. الحمد لله. احمدك واشكر فضلك يا رب. مبروك يا خلف. مبروك يا ايه؟ هتبقى اب 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 ايه؟ مراتك في بطنها نونو يا سبع. سبع لا، فيل بس عنده نونو صغنن. عشرية في بطنها نونو يا رب. بطنها فيل نونو صغنن؟ ربنا يستر وما يطلعش حمار زيك. في نونو عسلية عندها نونو في بطنها ولا في نونو. سلام شد ربنا يكتبلك السلامة يا حبيبي. اتأخر عشان ما تحملناش من مشيتك في البيت. اتأخر عشان يا ألف مبروك يا معون السعد والهنا. الله يبارك فيك يابا. بس على ايه؟ حامل. حامل؟ شوف بقى، انا مش عاوزك تتحركي من مكانك ولا تتعبي نفسك. احنا هنا كلنا تحت امرك وخدمين تراب رجليكي. ما تسمعونا زغروطه يا كوبا. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عشري؟ ساعديني ساعديني يا معلمه صفصف. اساعدك في ايه؟ قلت لك عايزه اخلص من اللي ببطني. ليه؟ مش ناقصه وجع قلب. وهبل وجع قلبك. مش عايزه اخلف عيل يطلع عبيط زي خلق. بلاش كلام فارغ، انت دخلتي في علم الله. ابوس ايدك ابوس ايدك يا شيخه ساعديني. لا يا عشريه، انت عايزه الدخاخري يقطع خبري وخبرك. اه يا مالت بغطي يا مصيبتكم بتكبر كل يوم وانتوا ساكتين يا ملاك الدخاخري. وهنعمل ايه بس؟ لازم نسقطها. ونسقطها ازاي دي يا بلادي؟ هدر ويكون شديد قوي. هدر؟ ايوه، احنا نعمل خناقه بناتنا على السلم، واول ما تفتح باب شقتها نروح نازلين ضرب وطحن في بعضينا. طب ونضرب ونطحن ليه في بعضينا يا بلادي؟ عشان تخلص بالنا. وبعدين يا اختي
وبعدين اول ما تدخل بينا نروح نازلين ضرب باللكاكين في بطنها وزقيها موقعينها من على السلم. طب ابوكوا كان يقطعنا بسنان. احنا مالنا يا حبيبتي؟ هو حد كان قال لها تتحشر بناتنا عشان تخلصنا من الخناقه؟ هي اللي جابت تروحها. جت تخلص بينا وقعت من على السلم غصب عني. وصدق اللي قال مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. لا وانت صادقه، مينوب المخلص الا تسقيط حموله. الحق يا معلم. الله، ايه ده عشريه؟ احنا مش قلنا يا بنتي تريح نفسك في البيت وبلاش كتر النزول والطلوع ده عشان صحتك يا ست الكل. انا اصلا زهقت من القعده فقلت انزل اتمشى شويه وبالمره افسح سخالف. ورايحين فين؟ هروح لك بمراجيع. هاخد الملاهي كده شويه. لا لا لا، ملاهي دي زحمه وبعدين فيها خطر عليك. لا يا عون، عداك العيب واسعد. لكس دعوه بينا يا حسل. يا واد انت تخرس خالص. يلا خد مراتك واطلع على فوق عشان النونو اللي في بطنها ما ينزلش. انا عاوز بيبي انزل عشان العب بيه. تطول بالك لما يستوي. العب بيه مس اكله عبيط. طب خدي وروحي يا عشرين. يلا السلام. ربنا يخليك لينا يا كبير. حكيم زمانك يا كبير. يا فوزي وصيتك العيال يا فتحي. عيد الشر عليك يا فوزي. حاسه بعرق مطرقه جوه نفوخي يا اخويا. بسيطه. ربنا يجعل اوجاعكم بفايده يا بنات الدخاخري. اسمع من بقك ربنا يا سعود. ما عرفتوش تتكاتلوا على وتخالف ده وتزقلوهم من بير السلم بالمره. قطع ده في قوه تهد جبال. زقلنا وراها واحده ورا التانيه. تستاهلوا يا حوش. كان نفسي تتكسحوا وتتقطم رقابيكوا يا كبب. بعد الشر علينا يا أبا، واحنا كنا عملنا حاجة. عملكوا سواد وباين ونيتكوا منقوشة والشر منها بيطل. يابا احنا كنا بنتخانق مع بعضينا. اخرس يا بت، عليا النعمة لو اللي في بطنها صاب وخدش لاتبحكوا انتوا الأربعة. هدي روحك يا معلم، سليمة إن شاء الله. سليم الحمد لله. اطمنوا، الحمل ثابت ومسقطتش. الحمد لله. قدر لطف يا معلم، ربنا كبير. اخرس يا نطع منك له. هتغنوا عليا؟
وحياة مقامكم الواطي، لا تفنكم بالحياة انتوا ونسوينكم وعيالكم لو حصل منكم حركة غدر من اللون ده تاني. يا معلم انتوا شرح سلوكوا بدل ما شرطكوا في الشوارع وطلعكم من مول بلا حمص. فرحة متأمل خد على المربوطة. رقيتك واسترقيتك بسم الله وببركة نبينا محمد ابن عبد الله. يا اختي بترقيني على ايه؟ انا بيحوق فيا حاجة؟ اسم الله عليكي من عينيكي. جرى ايه يا عشري؟ قلبي مقبوض وخايفة. من ايه؟ مش عارفة. بلاش دلع عمار. خليها تدلع على كيف كيفها. احنا لينا بركة العشرية. خدي دول بقى شوية فاكهة طازة لسه مقطوفين من على الشجر. تسلم ايديك يابا. بألف هنا وشفا مطرح ما يسري يامري. تسلم ايديك يابا مانيش نفسي دلوقتي. ليه؟ ده انت لازم تاكلي وتتغذي وترتاحي على الاخر. اكتر من كده امال؟ علشان اللي في بطني. من سريرك تاني انا احبسك في الاسبيتاليا لحد ما تولدي. يلا روحي كلمي في اوضتك. مين؟ انا عشري. ادخلي عشري. قلب المحب دليله وعد الله كنت بحلم بيكي. اخبارك ايه يا سيد؟ قلبك طاوعك ما تساليش عليا المده دي كلها. مديني جيت اهو. انا في حلم ولا في علم؟ في علم يا سيد. علم مزعج ولا في كوابيس الاحلام. حصل ايه يا عشريه؟ انا حامل. حامل منك انت يا سيد. حاولت كتير اسقط روحي ما عرفتش. ابوس ايدك. شوف لي دكتور ولا ده يسقطوني هنا عندك. سقطك عندي؟ دبرني يا سيد خلصني. ما تحمليش هم كله يتصلح. يتصلح ازاي؟ بالفعل دي فرصة حلوة وجات لنا. فرصة ايه؟ فرصة نهش الدخاخري ولازم ننهش بسناننا عشرية. قصدك ايه؟ ما يعوضناش عن خراب حياتنا وموت ابننا غير مال الدخاخري كله. يعني ايه؟ يعني الواد لازم يقش. واد مين يا سيد؟ اللي في بطنك عشعش بس يا رب يطلع واد. الواد اللي في بطني ده بقى ابنك يا سيد. وماله؟ نكتبه مؤقتا باسم الواد خلف العبيط لغايه ما نقش بيه. ساكته ليه يا عشريه؟ طول عمرك خسيس والطمع فيك غالب. افهميني بس. ما تمدش ايدك عليا مش ناقصه نجاسه. دي فرصتنا يا هبله. طفو عليك. معلش بس اسمعيني. اسمعيني. عشريه عشريه. نزلت راحت فين يا حوش؟ واحنا شعرفنا ياب. انا دخلت لها بصينية الفطار ما لقيتهاش في سريرها. وانا دخلت نظفت لها اوضتها النهارده ما كانتش فيها. وانا اللي فطرت خلف النهارده. يعني الارض انشقت وبلعتها؟ انا عايز اعرف نزلت راحت فين. ما هو لازم اعرف راحت فين. انا جيت اهو. كنت فين يا عشري؟ رحت السيدة زينب كان عليها نازل روح توفيق. من هنا ورايح مفيش نزول ولا طلوع لحد ما ربنا ينتعك بالسلامة. حفضل 6 أشهر محبوسة. وأنا بنفسي هكون سجانك. سجاني؟ الحارس على راحتك وهناك يا ست الكل.
لقيتيش يا سلي. خدي يا سلي، خدي خدي لعبة حوالي تهتيز يا تيز يا سلي. سلم نفسك يا سيد. كيف كده يا خلف؟ كنت متأكد إن أنا هشوف الفرحة في عينيكي. ربنا على كل قوي. اشرب اللبن قبل ما يبرد، المهم عندنا صحتك. ربنا يفتحها بالسلامة يا معلم. يا سلية يا سلية يا رب يا سلية يا معلم. يا رب ولا ما تعملش في نفسك يا رب. تعالى بس يا معلم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا خلوفة. مبروك يا أبا. ولد يضربه ولد يضربه في عزه. ولد الله اكبر الله اكبر. ايه ده فكري؟ انا حلو حلو قاعد العب بيه. ده ما بتلعبش بيه يا عبيد. انا العب بيه. قلت لك ما بتلعبش بيه يا حمار. انت غلس انك اخلي غلس. مبروك يا معلم. صدق يا عم مبروك يا معلم. مبروك يا رب واسكت واسكت. اسقوني بقى مية مية. تاخذني وحش مش لازم يديني نونو تاعي يلعب بيه. مية عشان مية حموت. مية 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 حموت ري ناشف. مية عشان مية. ان شاء الله يخليك وما تحرمش منك ابدا يا خلف. نونو تاعي يا عسليه هو او 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 احلى نونو الدنيا دي كلها. ولد ولا بنت مش عارف. طب ما تروح تشوفه. لسه نونو يا عبيطه مش نعرف مش نعرف ولد بنت مش باين. روح بص عليه كده عشان خلف. سميته التيكون على اسمي. تربى في عزك. ربنا يبارك لك فيه يابا. يابا عارف تشوف ولاد ولاد راح بيه يابا. ولاد قلت لك عون الجوع هو اللي فرشها.
اللي يعرف يلمها. مبروك عليك يا ملك الجدعان. قلت الواد عطية العربجي يزوق الحنطور؟ انا زوقته بايديا بالتل والورد والانوار الملعلاطة. عايز اسبوع ما حصلش قبله. لا قبله ولا بعده. الفراش بيبني حتة صوان في الوسعاية يساع اهل الصين الشعبية. برافو عليك. وكل رقصين وصيدت البلد حيحيوا الليلة. الاستاذ عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والست ام كلثوم. دول ماتوا. ما كله شرايط. لا 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 لا، انا عايز صيطه ومغنوتيه بحق وحقيقي يجوا يزفوا التيكون الصغير على كل شبر في ارض حتته. بص وخ يا سخاله بتطلع نار. لا هو دي هو. اوعى ايدك ما تتعور. اقع فيها انا لونه بتاعي. دي مش لعبه ديه. انت انا وحواس يلعب فيها هو ولونه. لونه ايه يا عم؟ ده لو مسكها هيلعبنا احنا ونروح كلنا في داهيه. انت واحد زغل سخاله بقول. ماشي ماشي ماشي. يا بلاتي خدي والفلوس كمان حر ونار في جدتها. حاجتنا دي عايزه مش معانا فقول. يلا 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 روحي جيب لها في اوضه ابوك واقفلي عليها بالمفتاح. يلا شدي حيلك انت ما تخليش عندها ولا عيال. يعني هي كان جايه معانا حاجه. يلا يلا انت ما فيش حاجه عندها. يلا يلا شدي فريقها انت وفلوس الزفت اللي معاها. بنت فوزية تعالي. نعم يابا. خدي الواد ده دخليه جوه. حاضر يابا. يلا حاضر. يا بنتي في ايه؟ الحق بناتك يا حاج. سرقوا سيرتي وفلوسي يا حاج. امشي يا بنتي. انت يا فور من هنا. يابا يابا الله مش حاجه. دول زي اخواتي. ايه اللي زي اخواتي يا حاج؟ يسرقوا فلوسي وسختي وتقول لي زي اخواتي؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. ابني فين؟ في الحفظ والصون. ده كمان عايزين تسرقوه مني؟ حد بيسرق ملكه؟ ده ابننا يا بنت ليش عشوش. الغدر باين في عينيك. هات بالاخر وقول انت عايز مني ايه؟ ولا حاجة. كل اللي كنت عايزه خدته خلاص. كده؟ الفرن واشتريته منك بعقد بيع الرسمي مختوم ببصمتي. ولا نسيت البصمتين اياهم؟ وايه كمان؟ والفلوس والصيغه بتوعي ورجعوا لي تاني. وايه كمان؟ والتيكون الصغير حفيدي من صلبي وولايته من حقي. لا مش من حقك. ما تضحكش قوي كده عشان لما تعرف الحقيقه هتبكي بدل الدموع دم. حقيقة ايه؟ الواد ده مش حفيدك ولا من صلبك. ما قلتلك مبروم على مبروم ما يلفش يا بنت عشوش. انا بعترف لك عشان اخلص ضميري قدام ربنا. يمكن يسامحني ويغفر لي غلطتي. ايه غلطتك مع مين يا بنت؟ مش مهم مع مين. تبي كدابه وغرضك تكيديني. ربنا هو اللي بيكيدك وبديك على قد نيتك الصودا وعلى قد شعرك. تعالي هنا. هنا فجأة. ده انا هقطعك بسناني لو ما قلتليش غلطت مع مين. مش هقولك. انت يا فجرة. اوعى. اوعى.
مبروك يا خالف. نونو انا بيها هدفه كده في الهواء. نزلك يا عواس شوف الحواجه. ايوه اتفضل يا ابو سلام. رايح فين يا خالف؟ انت يا هواس سيسا يا رب. اتفضل يا سي خالف. شد يا سي خالف. الف مبروك يا سي خالف. سيسا واسع ولا عيد. دي منذ اي حيوة دي احبيها انا ونونو. انا البطل اللي لميت كسبانة. على قد ما انك لميت يا بعقل خبيث. اخلص يا صارعة. وايه اللي حصل بس يا معلم؟ انا لازم اخلص عليها. ما تفهمنا حصل يا معلم. لو راجل وعندك نخوة ودم قول لهم. انا هقطعك بسنانك. حاسب لطعم سنانك يقع ويحصل كرامتك المقبعطارة على الارض. خلاص يا مجرمة. ابوك عايز يموتني. لك سيدعوة بعسلية يا دخخلي. قلبك بلوساسك. مين اللي اداني البندقية دي؟ حواس سهاني وخطفها وجر يا معلم. الخزنه مليانه اهو. مليانه يا معلم. فالح اخويا جتك نيله مستخبي عسليه. البندقيه دي معايا انا. خد البندقيه من ايده يا عون. هات البندقيه يا خلف يا حبيبي. امشي ولا عون خلف قطه. انت حبوك قلبك الرصاصه. ميداني مسروق. صباح احمر في دم. يلا بينا يا معلم الامر مش بعساه. استنى بس اصفوك. استنى ايه لما بوت بصاصة من عيل عبيط. اشتي فيكو يهب ياخد البندقية دي من ايده يا جبانات. بالهدوء يا معلم لازم نسايسه. طب هم خدها من ايده يا جبان. ما تهم انت يا شجيع وتورينا. هات البندقية دي يا خالف. اوعى تديها له يا خالف هيموتني بيها. اما انت خايف يا حسنية انا موت كلهم دول. يا عم نفسي بحاجة واحدة يا معلم. يا خالف دي بندقية لعبة دي. دي مش لعبة يا ابن الهبلة. هات البندقية يا خالف. لا يا خالف ما تديلوش البندقية. لا مش هديها لك يا دخغلي. اسمع كلام ابوك يا خالف. لا يا خالف ما تسمعش كلامه. لا مش اسمع كلامك يا دخغلي. انت مش تعرف العب بيها يا عبيد. طب اديها العشرية. خدها منها عشرية وصير الشر. ما تخافش يا جبان رصاص الحبايب ما يصيبش. مين قال كده؟ الرصاص رصاص يا بنت الناس. ابوس ايدك خديها منه. تبوس ايدي يا عرة الرجالة. صير الشر يا عشرية قبل الرصاص ما يطيش ويموتنا. انت اللي هتموت من الخوف والرعب يا جبان. بلاش عندي يا عشرية. خدي منه البندقية. ده واد هطل ما عندوش عقل يميز بيه وهيضيع عمرنا. عمرنا ضاع بعقلك الخبيث. عقلك اللي سخرته لأذيت الناس ومص دمهم بالحرام. دمنا هيروح هدر لو ما خدتيش منه البندقيه. ده اخطر. يا ريتك كنت زيه كان اشرف لك وتريح الخلق من شر عقلك الملعون. هات البندقيه يا خلف. اساعدك بندقيه يا دخغلي. اساعدها له انا. هات Thank you.